لا يرى عامر في المستقبل أي من أحلامه التي جهد لتحقيقها، فهو لبناني من بلدة مجدة حسن الحدودية مع سوريا، ولد ونشأ في حمص من أم سورية، إلى أن ساءت الأوضاع الأمنية عاد إلى لبنان ليجد نفسه لاجئا في بلده، فاضطر أن يعمل حارس مبنى بعد أن كانت أحواله المادية ميسورة. نزل لون زبالة بشطف الدراج، هذه هي بالكراج، بتنظف الكراج. ضيقت مسألة السؤال؟ كيف لك؟ ما شغلة صعبة، ما أنا معود عليه. يملك عامر بطاقة تموينية من وزارة الشؤون الاجتماعية، لكنه لم يستفد منها حتى اليوم، فالوزارة وعلى رغم مرور 4 سنوات على الأزمة السورية ما زالت تفتقد لقاعدة بيانات. نحن لا نستطيع أن نوزع مساعدات دون أن تكون لدينا المعلومات الكافية وعدد المستفيدين وأماكن وجودهم. يعيش عامر مع والدته وزوجته وأولاده 3 في غرفتين. مرة أحد سكان البناية منه بقصده عم يعرف عيلته، يعني بنتي برا بيقول بنته للناطور، هذه تسمعه زوجتي وبنتي بيتضايقوا كتير، بصير بيبكوا من قهرهم. هلا احنا صرنا فقيرين وهيك، كنا بسوريا اغنى. باتت العودة الى حمص مستحيلة بعد ان خسر منزله هناك، اما في لبنان فهو يملك وعائلته عقارات في مسقط رأسه يمكن ان تدر عليه اموالا طائلة، لكن قضية حصر الارث التي ينتظرها منذ سنوات تتعثر بسبب استيلاء الغرباء على ارضه، كونه كان مستقرا ووالده لعشرات السنين في سوريا. كثيرة هي العائلة اللبنانية التي تشبه في وضعها عائلة عامر، هي ضائعة بين بلد مدمر لا يعود إليه وبين بلدهم الأم الذي يشعرون فيه أنهم غرباء حتى إشعار آخر. من طرابلس نسرين حطوم، العربية.